لما نيجي نبص كده نظرة سريعة على رجال الأبراج بالذات في موضوع المادة الفلوس، يعني المصاري زي ما احنا بنقول للغات اللي هي اللي مش مصرية، هنلاقيهم مختلفين اختلاف كبير قوي. في منهم اللي ايده فرطة قوي والفلوس دي تقريبا آخر حاجة ممكن يفكر فيها، وهتلاقي منهم ان الموضوع عنده يعني من تحت الدرس زي ما احنا بنقول، والفلوس في مكانة مقدسة قوي، ممكن حتى زيادة عن اللزوم بشكل اوفر، وهم ليهم اسبابه. يعني كل برج من الابراج ده هيكون ليه اسبابه اللي هو مقتنع بيها، اللي احنا اوريدي واحنا بنتكلم عن برجه هنتعرف عليها، وهتلاقي اللي هو بين البنين، يعني الموضوع عنده لا هو عالي قوي ولا هو واقع قوي. كل رجال الأبراج في حلقة النهاردة من ال 12 للمركز الأول، وفي نصيحة مهمة أوي في نهاية الحلقة مهمة لأي حد هيتفرج على الحلقة دي: إزاي لو حظك وقع مع رجل من الرجال اللي احنا بنقول عليها بخيلة، إزاي تتعاملي معاه وتتجنبي المشاكل دي. هنقولها أوي ومهمة أوي في نهاية الحلقة، يلا بينا. اهلا بيكم سريعا كده، برحب بيكم وبقول للجديد كمان يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه برضه سريعا، واشتركوا في قناتنا محمد ابو زيد سواء على اليوتيوب بنفس الاسم على الفيسبوك، واضغطوا على الجرس اللي جنب كلمة اشتراك ده عشان اشعار اي حلقة ننزلها ما يفوتش عليكم، ودوسوا لايك يلا عشان نصايح للبنات او النساء الغلابة اللي ممكن ترتبط بالرجال اللي هي يعني، وازاي تستفيد ممكن من الحلقة دي عشان تتعامل معاهم وما يبقاش في توترات في العلاقة. يعني هنرتب من ال 12 للمركز الاول، يعني من اكثرهم او اقلهم بخلا لاكثرهم، كل ما نطلع لفوق ناخد رجل اكثر بخلا من اللي قبله. كالعاده انتوا اذكياء وبتحبوا ان انتوا تشاركوني برايكم في حلقات التوقع، اكتبوا كده من خلال تجاربكم، كل حد بيشاهدني يعني يتوقع كده معانا، ولا سيما حد اذكى شويه يقول لنا من المركز الاول، انا بقرا كل تعليقاتكم. في المركز ال 12 رجل برج الميزان، الحياه حلوه والدنيا حلوه والنزيه نزيه، هو مبدأ وهو مقتنع بيه، يعني ممكن هو بيمشي بمبدأ اصرف كل ما في الغيب يأتيك ما في الغيب، عارفين انتوا الأمثلة دي أمثلة مصرية مشهورة عندنا قوي. رجل الميزان هو من أكثر أو أقل رجال الأبراج بخلا إنجاز التعبير، لا لو انت مرتبطة بيه هيروق عليك وهيروق على نفسه، والفلوس دي تقريبا هو بيجيبها عشان يمتع نفسه ويبقى مبسوط كمان حتى لو متع الآخرين. لو أنثى الميزان، وهو الموضوع مش عن الإناث بس يلا بالمرة كده واحنا بنتكلم، ممكن تضيع كل فلوسها على اللبس والبرفانات وما شابه إلى آخره. ورجل الميزان كمان بيشترك معاها في نفس النقطة، أعلى منه في المركز ال11 رجل برج الدلو الهوائي، أيضا من أكثر رجال الأبراج أو أقلها بقى بخلا، نفس فلسفة الميزان، وهو يحب يمتع نفسه بالقرش ويصرف عادي ما يهموش. يعني الميزان، رجل الميزان ورجل الدلو ممكن يخرج من البيت هو مش عارف في جيبه كام أصلا، فهو هيرجع مش عارف هو صرف كام وصرف إيه أصلا، من كتر ما الفلوس ما هيش شغلاه، مش بيقعد يحسب الجنيه والدينار والدرهم، لا مقارنة بكل رجال الأبراج الميزان 12 الدلو 11. كمان مركز عشان نوصل لأول رجل مائي معانا، رجل برج الحوت. رجل برج الحوت أيوة يجي معانا، هو رجل مش بخيل إطلاقا، لا على نفسه ولا على اللي حواليه عامة، ملوش علاقة بموضوع حلقتنا ومش هنتكلم عنه أكتر من كده. أعلى منه على فكرة يا جماعة، لو أنت أنثى بتسمعي لي أو أنت حتى رجل بتسمعني وتعرضت للأبراج دي وحسيت إن هي حريصة شوية، خليني أجاوبك السؤال اللي ممكن يكون محيرك أو محيرك. لكل قاعدة استثناءات، لازم أي حد أي قاعدة في الدنيا تلاقي ليها استثناءات، ولكن أغلب رجال الأبراج زي ما احنا بنقول لك كده. خلاص أعلى منه في المركز التاسع رجل برج القوس الناري، الحياة حلوة والدنيا حلوة ويحب يمتع نفسه ويمشي أيضا بمبدأ النزيه نزيه، وإن كان أقل شوية من الرجال اللي احنا اتكلمنا عنها دي، ويصرف عليك وعلى أصحابه ويحب إن هو يبقشش، ما عندوش مشكلة. رجل برج القوس الناري أعلى منه في المركز الثامن. ندخل في منطقة وسطى، برج الحمل. احنا كرم عامة وده الشائع عننا وده المعروف عننا، ولكن مقارنة برجال الأبراج عشان ندي كل حد حقه، يعني مقارنة برجال اللي احنا اتكلمنا عنها دي احنا نيجي بعدهم في الترتيب، يعني في منطقة وسطى. احنا الموضوع عندنا بين البنين، لا احنا يعني متمسكين قوي ولا احنا ايدنا يعني فرطة قوي زي ما احنا بنقول.
نعلى كمان مركز، نوصل للمركز السابع هنصطدم أو هنلاقي رجل برج الأسد مستنينا، يعتبر في منطقة وسطى ويزيد كرمه قوي على الأنثى بعد الجواز على فكرة، يعني بعد الجواز ممكن يصرف عليكي أكتر. يعني خلينا نقول الحمل والأسد عامة كل ما العلاقة تدخل في الجد، تدخل في الجد قوي، لو هما معاهم فلوس، معاهم فلوس حط تحت دي أكتر من 100 خط، لا هيصرفوا، لا ممكن يجيبولك اللي نفسك فيه، وممكن كمان يصرفوا على نفسهم. أبراج ما نقدرش إن احنا نقول عليها بخيلة ولا حتى حريصة، هما بيجوا معانا في منطقة وسطى. نعلى كمان مركز، لما نعلى كمان مركز نعتبر دخلنا في الجد ودخلنا في موضوع حلقتنا، لما نلتقي برجل برج الجوزاء الهوائي اللي في المركز السادس، يميل بقى للجماعة اللي هم يعني ايدهم مش فرطة أوي. الجوزاء ده كرجل يصرف على نفسه أوي، وهنا يختلف عن الأنثى، الأنثى ايدها فرطة شوية عن رجل برج الجوزاء، عشان كده ما كانش ينفع إن احنا نعمل الحلقة دي رجال ونساء، كان لازم نخصص بس الرجال في حلقة النهاردة. يجي في المركز السادس هتشعري منه في بعض المواقف ان هو بخيل، ان هو ايحة، ممكن تشعري منه، وفي بعض المواقف تحس ان هو يعني عايز يعوضك كده، ولكن هو يميل للحرص، للامساك شوية. هو يقول لك انا هعمل لك وهجيب لك وبكرة، وتفرج انا هعمل ايه، هجيب لك الدنيا كلها، بس ساعة الجد هتلاقي فيه يعني تراجع شوية. نقلنا كمان مركز عشان نوصل للمركز الخامس ونخش في الجد. الجد بدأنا بقى العملية دي شوية، الأبراج الخنيقة شوية في موضوع المادة، لما نلتقي برجل برج العقرب المائي اللي بيجي في المركز الخامس. العقرب هنصرف، نصرف على حاجة ليها فايدة، فاهمين المنطق ده؟ ده رجل برج العقرب، لا لو هندفع فلوس يبقى ندفع فلوس على حاجة تستاهل. العقرب هتلاقي الموضوع بتاع المادة عنده والمصاريف مقننه شوية، منظمه شوية، مش سايبه مفتوح زي الرجال اللي جت قبلنا، تحديدا زي الرجال اللي جت قبله، يعني تحديدا 12 11 10 9 كده، يعني هتلاقيه بيدقق شوية. نصرف بقى القرش في محله، بلاش بعزقة، ده منطق رجل برج العقرب، ودي رأيه وده فلسفته بقى، تتفق أو تختلف معاها أنت أو أنت أعلى منه. في المركز الرابع رجل برج السرطان، أكثر تمسكا، أصل هو بيقدر المادة أوي ويقدر الفلوس أوي، ويقول لك أنا تعبت في القرش أوي على ما وصلت له، ويخاف من بكرة، وهو حاله في النقطة دي حال التلات أبراج اللي هيجوا بعد كده. أبراج تخاف من بكرة فتقول لك نعمل حساب لبكرة، ما احناش ضامنين، عندهم حتة قلق شوية من بكرة، وأكتر أبراج تخاف تمد إيدها لحد. يعني كمان في حاجة، كل ما نطلع لفوق هتلاقي الأبراج دي هي أكتر أبراج تخاف إن هي تستلف، أو ما تحبش إن هي تقترض من حد، أو ما تحبش إن هي تحتاج لحد في المادة، علشان كده ده بيخلي عندها فزع شوية من حتة إن المادة أو الفلوس ممكن تأثر معاها. ده رجل برج السرطان. أعلى منه في المركز الثالث رجل برج العذراء، حريص جدا جدا جدا. هنا بقى المعادلة صعبة شوية لو هو ارتبط بأنثى بتحب المصاريف شوية، ومن هذا المنطلق إضافة كمان على أشياء أخرى نقول لك إن رجل العذراء مع النساء الهوائية صعب، ممكن تحس إن هو خنيق وبخيل جدا، تحديدا أنثى الميزان وأنثى برج الدلو والجوزاء كمان. عشان كده دي من النقاط أو من نقاط الخلاف اللي ممكن تنشأ بين الطرفين دول. أعلى منه في المركز الثاني جد الجد، وأكثر يعني أكثر تحفظا وأكثر حرصا من كل الرجال اللي جات قبل كده رجل برج الجدي الترابي. نصرف الحاجة في محل محلها، أقسم بالله ما هصرف جنيه واحد إلا لما يكون في حاجة لها قيمة، في حاجة لها فايدة، هو ده منطقه، عشان ما تقعديش تزن على دماغه كتير وتتعبي معاه، في النهاية مش هيصرف غير على الحاجة اللي هو مقتنع إن في منها إفادة. اما متصدر رجال الابراج في حلقه النهارده مش هقول اكثر بخلا، خلينا نقول اكثر حرصا، هو رجل برج الثور الترابي، يدقق قوي ومتحفظ قوي وعامل حساب قوي لبكره، ويخاف قوي ان هو الحياه الماديه تاثر معاه فيمد ايده لحد او يقول انا محتاج، فعشان كده وعوامل تانية مفيش مجال ان احنا نقولها بالتفصيل تخليه يتصدر رجال الابراج في حلقه النهارده. ايوه اكثرهم حرصا، ايوه اعمل حسابك على كده. شفت احنا قلنا ايه عن العقرب؟ طب شفت قلنا ايه عن العذراء؟ طب شفت قلنا ايه عن الرجل الجدي؟ هو اشد بقى من اللي احنا قلناه عن كل رجال الابراج دي، عشان كده جه على راس الابراج
في حلقة النهاردة. النصيحة بقى اللي أنا كنت عايز أقولها لك مهمة جدا. بتحب واحد من الأبراج اللي هي بتاعت القمة دي، أو اتدبستي واتجوزتي واحد، أنا مش قصدي اتدبستي يعني إن الارتباط بيهم وحش، أنا بهزر معاكم، تعملي إيه بقى؟ من البداية كده أنت عارفة إن الرجل ده يعني مش بحبوح في حتة المصاري، هتخسريه لو طلبت حاجات غالية وحاجات زيادة عن اللزوم. يعني على سبيل المثال انت عايزة موبايل، مش مهم موبايل مثلا ب 15 او 20 الف، 5 تلاف حلوين. انت هتشتري فستان، مش شرط ان هو يكون ب 10 تلاف او 15 الف، 3 4 5 تلاف حلو. انت هتجيبي جزمة، هكذا لازم تتعاملي معاه بالمنطق ده، لانك لو ما تعاملتيش معاه بالمنطق ده هيكرهك صدقيني، وهيبدأ يشوفك ان انت مسرفة ومزعجة بالنسبة له. دي كلها نقاط خلاف ممكن تواجهك لو انت ارتبطت مع الرجال دي وانت ما راعيتيش حاجة زي كده، لانهم صعب عليهم ان هم يغيروا القناعات دي او يغيروا الثوابت دي. مش قادرة ان انت تتقبلي الوضع ده، يبقى لو معاكي فرصة ان انت تبتعد ابتعد بقى، وشوفوا لك حد يعني ايده فرطة ارتبط بيه. اما لو انت خلاص الموضوع دخل في الجد وارتبطت بيه، يبقى نصيحة زي ما انا بقول لك عشان ما تخسريش الرجل ده، ويبدأ يشوفك ان انت مش لمومة عليه، ان انت مش خايفة ومش مقدرة تعبه في الفلوس دي، اعملي بالنصيحة اللي انا قلتها لك. قدمنا لك النصيحة والقرار في الاول وفي الاخر ليك، يا ريت تدعموا الحلقة بلايك، اللي نسي يدعمها بلايك. اكتبوا لي ارائكم كمان، انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلال تعليقاتكم دي، وهتوحشوني.